الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. وي تهجموا على الشهداء ديال الشعب الجزائري وديال الثوره الجزائريه العظيمه اللي خص اي مغربي بعدا يقرا التاريخ ديالها باش يكونوا فاهمين. بغيتوا تفهموا ما هي الجزائر، قراو التاريخ ديال الثوره الجزائريه وغادي تعرفوا من هي الجزائر في المنطقه. ما يكذب عليكم كذاب، فهمتيني؟ هاد الناس هادو اللي تيجيو يسبوا في المناضلين والجزائر ويشيطنوا المناضل ويشيطنوا الجزائر والشعب الجزائري وهادي، ويقول لك حنا عندنا ملاعب، حنا عندنا الطائرات اطفاء النار، حنا هادو راه كلهم بوليس، راه تبوك هذا كما تيديروا مع الجزائر والمناضلين، تيسبوهم فهمتيني. تيجي يسب لك مناضل ويسب لك الجزائر ويجي يقول لك الزفزافي انفصالي ومزيان لمون اغتصبوا نديروا ليه فعلوا. نفس الشيء، نفس السبان اللي كانوا اللي تيديروه مع الاحرار ديال المغرب تيديروه مع الشعب الجزائري والدوله الجزائريه نفس الشيء، وما يوصلوش للجزائر. وانا نقول لكم واحد الصراحه، شي مازال الجزائر غادي تحيد لهم السروال كاملين فهمتيني، غادي تشتت باباهم الكلب. وعقلوا على هذه الهضره هذه، لانها مبنيه على الصح، ماشي الخشب بيش، ماشي الخواض وداك الشيء اللي كاين في الزريبه، ما كاينش في الجزائر باش نكونوا فاهمين فهمتي. مازال ها الجزائر كدوله غادي تعزل باباه الكلب افريقيا، ها هو ما يبقاش تحرك لاجيت تما، يعني في الساحل واي مكان غادي تسد عليه باباهم المخابرات الجزائريه، غادي تسد على باباهم البيبان في افريقيا كامله. وعقلوا على هضرتي، خصك تعرف هذا راه العسكر الجزائري راه والله ما يرحمه فهمتي، ما كاين غير القرطاس اللي تضبط من هاد المخابرات ديال هاد الزريبه هادي، اما كاين غير القرطاس. يعني نقول لكم ونشرح لكم واحد المساله مهمه ما عمري ربما اشرت ليها، علاش حنا تندافع على الجزائر والشعب الجزائري؟ هذه المساله غادي نشرحها لكم. اولا الشعب الجزائري هو الشعب الوحيد في شمال افريقيا اللي قادر انه يصنع التغيير في المنطقه ككل اولا واخيرا، ما كاينش شعب بحاله باش نكونوا فاهمين. شعب لم يتعرض الى غسل الدماغ، شعب لم يتم يعني مسح الذاكره التاريخيه ديالو فهمتي. الروح نوفمبر لا زالت تجري فيه، وفاش نقولوا نوفمبر راه ما تيعرفوهاش العبيد العياشه وشي مغاربه عفوا فهمتيني. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.